إيه مثل ما هلا كبروا الموضوع اللي خصه بالفنانه نجوى كرم، وانت طبعا يمكن قصدتي شيء واللي فهم شيء. هو شوفي من ردود نجوى تحسي ان هي اللي هي فاهمه فاهمه انا شنو نحب نقول بس فيكفيني يكفيني انا نجوى صديقتي وفاهمة أنا شنو نحب نقول بالضبط. طيب لا شك أنه مثل ما قرينا بمجلة نادين يعني هن اللي أخذوا الرد من السيدة نجوى كرم، لكن ما بتعتقدي أنه يعني بعض من الناس يعني عامة الناس شريحة كبيرة من يعني أنت لك جمهورك ونجوى إلى جمهورة والكل طبعًا. وعندك مرات الناس مرات بياخذوا الكلمة وخلص يعني ما بيسمعوا الباقي، فما ناس تتجد. ما بتشعري أنه ممكن يكون البعض فهم قصد ذكرى على عكس ما هي قصدت؟ وبحال هيك شو بتقولي لهم من القمر على الباب؟ اكيد انا من القمر على الباب بوجه بقول اللي هعيد اقوله من تاني من الجيل الحالي مثلا اللي في لبنان كله، انا واحده من الناس ما نسمعش الموال الجبلي اللبناني غير من نجوى كرم، وهذا مش نقوله انا بركه. نجوى كرم في تلفزيون المستقبل قالت انا مطربه للاغنيه اللبنانيه، صح؟ فانا ما جبتش حاجه من عندي لما انا قلت احسن واحده تادي الموال الشعبي اللبناني، ولا ما تعديتش على حرمه ايا كان يعني في الوجود، وانا لست من هذا النوع نعم بتاتا خالص يعني. طب انت